خلينا نبدا معاكم كعادتنا اولى فقراتنا صباح الخير يا مصر بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تناول فيه خطط تطوير منظومه الكهرباء الوطنيه واليات التمويل المتاحه. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعه المستجدات الخاصه بتنفيذ المرحله الاولى من مشروع تنميه مدينه راس الحكمه، وكمان موقف التعويضات المقرره لاهالي المنطقه. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، وتم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام خاصة في محافظات الصعيد. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء ومشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وأيضاً موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضي والمنازل والمباني والمغروسات في مدينة رأس الحكمة وما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم. أضاف المتحدث الرسمي تم التطرق أيضاً إلى الموقف الخاص بإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح بمنطقة شمس الحكمة وما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن وما هو متبقي من عقود، جاري العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية. أضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أيضاً على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40% و50% كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة عامي 2024 و2025 على التوالي. وبدأت الجهود المصرية في هذا الإطار قبل مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ ثم كوب 28 بالإمارات، وتستكمل في مؤتمر كوب 29 القادم. وتم صدور استراتيجية المناخ 2050 وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في القطاعات المصرية تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.